السلام الله عليكم، سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق لحصة تثبيت الظواهر اللغوية المندرجة ضمن الأسبوع الرابع من الوحدة الثالثة مجال الهوايات، المرجع المفيد في اللغة العربية للمستوى الرابع. إذا حصة الإملاء: الهمزة المتوسطة على الواو، أرسم الهمزة المتوسطة في الكلمات رسما صحيحا. إذا تثاؤب، إذا ترسم الهمزة على الواو أنها مضمومة وقبلها سكون ميت، والضمة أقوى من السكون، مؤازر. إذن تكتب الهمزة على الواو لأن قبلها ضمة. لؤ لؤن تكتب على الواو لأنها ساكنة وقبلها ضمة، والضمة أقوى من السكون. مؤذن أيضا تكتب على الواو لأنها مفتوحة وقبلها ضم، والضمة أقوى من الفتحة. مؤمن تكتب على الواو لأنها ساكنة وقبلها ضمة، الضمة أقوى. شؤون تكتب الهمزة على الواو، لماذا؟ لأنها مضمومة وقبلها ضمة. صف التحويل: أكمل الجملة باسم إشارة مناسب. راقتني نقول تلك لوحة. إذا صفق الجمهور لهؤلاء، أو أولئك لأولئك. لنخاطب البعيد نقول أولئك، والقريب هؤلاء. يمكن نقول أيضا هنا راقتني هذه اللوحة. أولئك الشاعرات في الحفل هذا أو ذاك رسام مغربي مشهور. إذا إذا بغينا نديرو القريب هذا، البعيد ذاك. أحول الجمل الآتية إلى المؤنث: هذا رسام بارع، هذه رسامة بارعة، ذلك سباح ماهر. إذا ذلك سباح ماهر. تلك البعيد تلك سباحة ماهرة، تلك سباحة ماهرة. هؤلاء فنانون مبدعون. هؤلاء نخاطب بها جمع مذكر أو جمع مؤنث. هؤلاء فنانات مبدعات. فنانات مبدعات. حصة التراكيب: أقرأ الجمل وأميز المفعول به فيها وأبين نوعه. إذا أحب الشعر، إذا المفعول به الشعر. نوعه ظاهر. أنشده الهاء هي المفعول به، ضمير متصل. نوعه ضمير متصل. أحفظ كثيرا من القصائد، كثيرا مفعول به، نوعه ظاهر ظاهر. إذا أعوض المفعول به الظاهر في جملتين بمفعول به ضمير متصل. إذا عرض الرسام اللوحة في المعرض، إذا عرضها، إذا اللوحة هي المفعول به، إذا نقول عرضها في المعرض. كافأ الأب مريم، إذا كافأها. إذا عرض الرسام اللوحة في المعرض، عرضها في المعرض. كافأ الأب مريم، كافأها.
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم، أضرب لكم موعدا في فيديو قادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مع السلامة.